السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أرجو من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أمين يا رب العالمين. ومبدئيا وقبل ما أبدأ، أحب أهدي باقة الريحان والورد الجميل ده لكل متابعاتي الحبيبات اللي بيتابعوني عشان سوق التلات الشعبي. هنقول بسم الله وعلى بركة الله. وبرضو ده يا جماعة آخر سوق تلات في الصيف، في صيف 2023. ربنا يعود علينا إن شاء الله بالخير والصحة والعافية، والسنة الجاية نحضر الصيف ونحضر سوق التلات إن كان في العمر بقية. هنقول بسم الله على بركة الله ونبدأ بالبرحة من فوق ونشوف السوق كان عامل ازاي النهاردة. مبدئيا دي كانت الاجواء، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا في الاول كده بعد صلاة العصر مباشرة انا كنت هناك، كانت الناس هادية، بس جينا المغرب وبسم الله ما شاء الله محدش يقدر يحط رجله في السوق. لكن انا باستمرار احب اصور في اجواء هادية، اول حاجة عشان ما ضايقش الناس بالتصوير، تاني حاجة برضو عشان اخد راحتي في التصوير وما حاولش ان انا ايه يعني ازحم الناس. بسم الله على بركة الله. بعد شوية هننزل في البرحة ونمشي واحدة واحدة ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا زي ما انتم شايفين الباعة ربنا يرزقهم من فضله يا رب، اللهم امين. كل حاجة موجودة في سوق التلات. حابة هنا اوريكم هذا اسمه الشذاب ان شاء الله، او شذب ان شاء الله ما اكون غلطت في اسمه. ريحته جميلة جدا جدا، طبعا ده غير الريحان والنعناع والحاجات الجميلة دي. الله يسلمك. طبعا دي بسطة مين؟ بسطة ام صقر، عندها الشتلات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. السطل من ده على 20 ريال، ريحان نعناع تقريبا كده، في وزاب. بسم الله ما شاء الله. ام صقر تبعون هذا اكليل الجبل على جه هنا، وين اهو عندك منه؟ لا ما عندي. وريني كيف شكله، ما شاء الله ابغى اشوف شكله كيف. الله الله الله، هذا زي هذا يا عاد. ايه هذا هو، كم سعره؟ ما شاء الله حلو. بس تبعين شتلات منه؟ ابغى اخذ ازرع عندي. ايوه بعدين اخلص شكله. كيف حالك؟ كيفك؟ كيف حالك؟ مسكينه ما سمعت. ما شاء الله كبرتيها كانت عشان تمشي. والله كم هذه؟ 5 ريال. الله يا بلاش، كبيره يا كبرى. بسم الله ما شاء الله جميله. بسم الله ما شاء الله ريحتها. انا باخذ واحده وانا ماشيه. ريحان هذا صح؟ ما شاء الله. وهنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الحاجه الاساسيه في سوق التلات طوق الورد الجميل اللي ام عبود بتحبه جدا جدا. وبسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش سوق تلات باجي وبصور الا وباخد طوق ورد جميل. بسم الله ما شاء الله، انا بحبه جدا باستمرار، باخد يا اما ده يا اما طوق الورد بالفل. بسم الله ما شاء الله، عسل عسل. نكمل بقى جولتنا مع بعض ونمشي في سوق التلات ونشوف الدنيا فيها ايه. زي ما انتم شايفين كده الشتلات طبعا هتلاقوها كتيرة جدا، شتلات لا اله الا الله، شتلات الريحان وشتلات النعناع. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين طبعا يا جماعة سوق التلات برضو من الحاجات الجميلة اللي فيه انكم هتلاقوا فيه كتير جدا سيدات محترمات بيبيعوا الاكلات العسيريه او الاكلات اللي اهل ابها مشهورين بيها، زي الفطير الجنوبي، زي العريكه، زي العصيده، زي المرجوج. الحاجات دي كلها هتلاقوها موجوده في سوق التلات. وطبعا كتير جدا هتلاقوا بقى الشاي والقهوه والحلى، الحاجات دي بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين الاجواء هاديه جدا، اللهم بارك. كانت لسه الناس ما جتش، الناس دائما بتتجمع بكثافه جدا في سوق التلات قبل المغرب بساعه او ساعه ونص. السلام عليكم، كم هذه؟ بسم الله ما شاء الله. وهنا بسم الله ما شاء الله خطف قلبي الباقه اللي انتم شايفينها دي، اللهم بارك.
اي باخذها ان شاء الله. كم اللبن؟ ما شاء الله. لا ما تحطناها في كيس، هاتيها هاتيها زي ما هي. ايوه ايوه الله يسعدك ان شاء الله. هنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده الباقه تخطف القلب، واول ما شفتها خطفت قلبي، خدتها على طول مباشره. وهنا طبعا الرطب والرمان. الرمان ده يا جماعه رمان الطايف، السطل اللي انتم شايفينه ده بمتريات، بس بصراحه طعمه زي العسل. بسم الله ما شاء الله، رمان وعنب وفركش وتين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. على السوري واشتري. حاضر وانا راجع عشان ما اشيل. ما شاء الله ما شاء الله. كم هذا الشتلات؟ خمسه؟ التين. كم شتلات التين؟ ما شاء الله حلو. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. كم التين؟ اي فيهم؟ اي واحد فيهم؟ ما شاء الله. كم الطماطم يا محمد؟ طماطم كم فلوس؟ طماطم طماطم 10 ريال. اخذ اثنين كب كله 10 واحد. غالية الطماطم، غالية لان سوق 8 صلى. اي والله غالية. وهنا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. زي ما سمعتوا كده سطل الطماطم ب 10 ريال. السطل ده يا جماعة فيه كيلو، غالية جدا يعني. يعني المفروض بقى السلة تبقى بمية. اللهم المستعان. السلام عليكم. المهم زي ما انتم شايفين كده ده خوخ كعب الغزال، وده الفركس البلدي. الفركس البلدي اللي هو الخوخ بس خوخ بلدي. طبعا العسل والسمن وشمع العسل زي ما انتم شايفين كده، ده من اساسيات سوق التلات. بسم الله ما شاء الله. هنا طبعا البهارات والمكسرات هتلاقوها في سوق التلات كتيرة جدا جدا، ونوعا ما هتلاقوا مش عارفه انا ملخبطه النهارده ليه، ونوعا ما بس مش عيب عادي يعني عادي، ونوعا ما هتلاقوا اسعارها كويسه، اسعارها مناسبه. بسم الله ما شاء الله. شفتوا جمال السوق لما يكون هادي كده، يعرف الواحد يمشي، يعرف الواحد يصور. بسم الله ما شاء الله. طبعا الحاجات اللي انتم شايفينها دي زي ما انتم شايفين كده، اول واحد على اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب، ده الزبيب اليمني، واللي جنبه برده زبيب اسود. وطبعا الحاجات دي مكسرات، في كاجو، في فستق، في جسر القهوه، في زبيب عادي اللي هو الزبيب الايراني، كل حاجه موجوده. بسم الله ما شاء الله. وطبعا هنا الفرش برده هتلاقوها في سوق التلات الشعبي، في الوطني وفي السوري وفي التركي، كل حاجه موجوده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. والمسابح والمصليات. وهنا ساسكت قليلا، هنا قهوه الاصدار من انواع القهوه الجميله جدا جدا اللي انا جربتها للامانه، هتلاقوها باستمرار موجوده في سوق التلات الشعبي. التمور بقى اللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفين كده جميع انواع التمور هتلاقوها موجوده في سوق التلات، لكن المسيطر الحين على سوق التمور هو البلح البرحي والرطب، الاثنين دول بسم الله ما شاء الله كتير جدا جدا. طبعا الراجل الطيب ده بيبيع بخور وبيبيع عود. كيف حالك؟ هنا بقى الخضار، ودي بسطة ابو يحيى. بسم الله ما شاء الله، عنده الشمندر، عنده الخس الامريكي، عنده الخس العادي، والراجل ده جايب ديك او ديكين تقريبا. ان شاء الله مسرنا ايه نجيب ديك باذن الله. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. خلونا نشوف حبيبتنا دي بتبيع ايه. حاجات الحروق. يجي طعمها مالح صح؟ ان شاء الله. كم سعرها؟ 40. ما شاء الله الله يسعدك. كيف الحال؟ وحشني ادورك. ايه رايك؟ كنت ادورك وانا ادورك برضه. تعال امشي معي. ما عندي، ما احب الحاجات هذه. منين احبها؟ ما اعرفها. وطبعا وانا ماشيه فوق في السوق اتقابلت في مين؟ اتقابلت في صقر.
طبعا قلت له تعالى امشي معايا كده لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه. طلب ما احنا ماشيين بقى وهو ايه اجيب لك ما شاء الله بيحب يدوق كل حاجه بسم الله ما شاء الله. وهنا طبعا قابلتني مين؟ قهوه ابو فهد. وطبعا دام قهوه ابو فهد قابلتنا فلازم نقف عندها. طبعا ابو فهد بسم الله ما شاء الله القهوه بتاعته غنيه عن التعريف، انا اتكلمت عليها كتير وقليل وباستمرار. قهوه ابو فهد من اساسيات المطبخ عندي للامانه، قهوته اكثر من رائعه. عنده برضو جديد اهو، عنده زعفران العلبه دي، ده زعفران ايراني العلبه ب 25 ريال، اسعاره ممتازه للامانه. والقهوه بتاعته اللهم بارك ابو فهد عنده خدمه توصيل لجميع انحاء المملكه، وطبعا هو متواجد باستمرار في سوق التلات الشعبي. وبرضو القهوه بتاعته هتلاقوها موجوده في تقريبا مش عارفه اسمه الشيف او حاجه زي كده، اللي هو بتاع الاسر المنتجه، مش والله مش فاكره اسمه بالظبط. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الخضار والفواكه، حاجه كده اخر جمال، حاجه تفتح النفس. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت عندك تبيع هذا صح؟ طبعا بنمشي ونكمل مع بعض جولتنا في سوق التلات. انا ليش انا شغال في البلديه؟ ماشي معايا انت المفروض، انت رجال مو انا. هي اللي السلام عليكم. كيف الحال؟ بخير. كيف حالك؟ اخذ واحده. الله يسعدك. يلا الله يرضى عليك. شكرا. تسلم تسلم. تعال ولا ان شاء الله. تعال صقر ولد. تعال خذ كلها كلها كلها. نحفان انت رمان؟ كم الرمان؟ 15. عندك شبكه؟ طيب هات واحد. ايش انت؟ بديه لك انا ما ابغى ما احبه. بسم الله. انت ما قلت هاتي من هذا؟ ها بنخلي الرجال يوقف ثاني؟ ها خذها وخلاص احسن من الفلوس. كلها. خلينا نشوف طماطم. وش هو يمني ولا ايش؟ حلو حق الطايف هذا جميل ما شاء الله. نشوف واحدة كده. شوف. هاتلي شبكة. كلها كلها سمي وكلها. سمي وكلها، لا تاكل من غير ما تسمي. سمي وكلها. خلاص؟ يلا. وهنا بسم الله ما شاء الله طبعا صقر بيصحبني في الجوله بتاعتنا وماشي معايا في السوق. طبعا زي ما انتم شايفين سوق التلات برضو من الحاجات او من اساسيات سوق التلات والاشياء اللي بتتباع فيه باستمرار هي الحبوب، البر والذره والشعير، الحاجات دي كلها هتلاقوها موجوده في سوق التلات. طبعا زي ما انتم عارفين سوق التلات ده بيجي ناس بسم الله ما شاء الله من عسير، يعني من بيشة ومن الخميس ومن بني مالك ومن بني مازن وبالاسمر وبالاحمر وسرات عبيدة، حاجات كتيرة جدا بسم الله ما شاء الله. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الطمور. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة الطمور من الحاجات اللي هتلاقوها موجودة في سوق التلات. بصوا كتير جدا الطمور والسمن والعسل والفواكه والخضار بسم والحبوب بسم الله ما شاء الله. سوق التلات ده سوق كامل متكامل، وللأمانة أسعارهم مش هتلاقوها في أي مكان في أبها، خصوصا أسعار التمور والفواكه والمكسرات والحاجات دي. العسل أسعاره ثابتة، مش هتلاقوه رخيص ومش هتلاقوه غالي، يعني بيختلف. وبيبدأ أو بتبدأ أسعار العسل من 100 ريال لحد 500 ريال فيه، لحد 1500 فيه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله. هنا وقفت عشان اجيب قهوه. زي ما قلت لكم من الحاجات شكرا. الجميله جدا في سوق التلات هتلاقوا القهوه، هتلاقوا الشاي، هتلاقوا الاكلات الشعبيه، هتلاقوا جميع انواع الحلقة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هنا السوق بدا، ها بدات الحركه تيجي فيه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بس السوق النهارده كان جميل والاجواء كانت أكثر من رائعة للأمانة.
وطبعا انتوا عارفين انا حبيباتي كتير جدا في سوق التلات الشعبي، ربنا يسعدهم يا رب. واول حبيبه هنروح نسلم عليها حبيبتنا ام سعود. السلام عليكم، كيف حالك ام سعود؟ ابغى اسلم عليك. لا والله بسلم بس اشوفك موجوده ولا لا. كيف حالك؟ الله يسعدك. تمام. وردش اليوم. ايه الله يسعدك. بالله كيف عجبني كده. اي والله في ريحه. الله يسعدك. بس اقول كيف وردي اخذ؟ لا هذا الورد اجمل. الله يرضى عليك. كيف سنظر عيني؟ بخير الله يسعدك. اخبارك؟ والله في نعمه الحمد لله نحمد الله. في خير يا نظر عيني. الله يسعدك. كان السوق فاضي صح؟ والله بعد ما شايفين الله يستر. الله يستر عليهم. يلا يلا شكرا يا ام سعود. وطبعا سلمنا على حبيبتنا الحبيبه ام سعود، ومنها نسلم على حبيبتنا ام محمد. بسم الله على بركه الله. هنروح عند ام محمد بعد شويه ونسلم عليها، ربنا يسعدها يا رب. السلام عليكم، كيف حالك ام محمد؟ نسلم. كنت في مصر. ايوه ايوه والله. خليني اسلم يا ولد. طبعا سلمت على حبيبتنا ام محمد، وبعد شويه هننزل نسلم على حبيبه جنبي ام حسين. اه ده القرآن. عندك شبكه؟ كم عربيه؟ اه ماما كم عربيه؟ هنا المشكله. لا شو ما يبغاها هذا، ما صقر هذا مخه ما هو فيه. السلام عليكم، كيف حالك؟ الله يحييك. تعال امشي معايا، تعال امشي. جواتها. ايوه بشوفها هديه. الله يسعدها. في دجاج اليوم ولا ما في؟ ايوه اشتري. اشتري لي عشان اديتك الديك والدجاجات يا ولد وذبحتهم. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين كده. نعم. الدنيا فاضيه خالص، بس للامانه جه السوق قبل المغرب بساعه وما كانش حد يقدر يحط رجله في السوق من كم الناس وكم الزحمه. هنا طبعا انا مبسوطه جدا بالباقه الريحان مع الورد. بسم الله ما شاء الله. بعد شويه هنروح نسلم على عم علي. اه هنا طبعا انا حبيت كده اخد لقطه تذكاريه. طبعا اللقطه دي منين؟ من شارع الفن. وشارع الفن يا جماعه جنب سوق التلات مباشره، الاثنين جنب بعض. جميله. انا بصوا من عشاق الريحان والنعناع والحاجات الجميله وطوق الورد اللي بزعل الايه اللي بزعل الحسودين. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا عم علي؟ الله يحييك. الله يسعدك. تمام الله يرضى عليك. كيفك؟ كيف صحتك؟ الله يسعدك. ما في سوق اليوم. ابغى في حبه البركه، ابغى ربع كيلو. هو لقاصك مسكر ما يفيد. اه مسكر عنا ترى ما تخش. اي والله الموضوع. ايوه ايوه حتى السيارات ما تخش، بتسوي زحمه على الفاضي. لا ما عليه، لا هاي تحط السياره واللي تقضي واللي، لكن هو بص يا عم علي حتى فوق ما في سوق، ما في ناس، فاضي. ايه هات لي ربع بس يا عم علي. كل واحد له رزق بياخده. الله يسعدك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الله يرضى عليك يا عم علي. تسلم تسلم. وده طبعا زي ما انتوا شايفين كده المحل اللي بيبيع الذهب الصيني والذهب الهندي. الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بتبدا اسعارها من 15 ريال وانتوا طالعين. هنا طبعا محل حبيبه قلبي ام حسين، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. اقدم لها تحيه كبيره جدا. طبعا ام حسين عندها حاجات حلوه زي ما انتوا شايفين، عندها البهارات بصوا الفخمه جدا، بهارات ام حسين. مش اسمها ام حسين؟ آه ده بخور الصندل. عندها برضو صندل البخور العادي، عندها الجاوي، بخور الجاوي، عندها الحروجة. الناس اللي هتسألني الحروجة يعني ايه؟ الحروجة يا جماعة هو خليط من دقيق البر مع الذرة، بيسخنوا حجر معين كده بيجي من أماكن معينة، وبعدين بيحطوه على الدقيق ده بيتحمص بطريقة معينة، وبعدين بيحطوه على السمن، بتبقى بقى بعدين ايه؟ سمنة بالرديفة، سمنة مرضوفة.
شغله كبيره، شغله كبيره يا جماعه، شغله كبيره. وعندها الشيلات اللي انتم شايفينها الجميله دي، الالوان التحفه، اللهم صل على النبي. وعندها برضو الميفا، هوريها لكم دلوقتي، بتاعه الفطير الجنوبي واللي بيتعمل فيها برضو الحنيز. وعندها البتاع ده بتاع العصيده، عندها كل حاجه. محل ام حسين تاني داخله من سوق التلات الشعبي على ايدكم اليمين. وطبعا من الحاجات الجميله جدا اللي هتشوفوها في سوق التلات، الاخ ده هو سعودي طبعا، ربنا يوفقه يا رب ورزقه من حيث لا يحتسب، بيعمل بطاطس بصوا ولا اجمل. انا عن نفسي باخد منها كل ما جيت سوق، باخد منها الريحه والطعم والتوابل اللي بيحطها على البطاطس، وايه كمان يا ام عبود، والصوصات اللي بيحطها، عنده بارد وعنده حر. بصوا من الاخر حاجه كده اخر جميله، بطاطس ريحتها تشدكم وانتم ماشيين. تخيلين انتم ماشيين في سوق التلات الجميل ده، والجو بارد والاجواء رائعه، فجأة تشدكوا ريحة البطاطس، على طول هتروحوا للبطاطس وتاخدوا. أنا عن نفسي خدت بطاطس، بيبيع في ب10 وفي ب5، بسم الله ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده. بطاطسه جميلة جميلة يا جماعة، طعمها مميز جدا، بسم الله ما شاء الله. وأجمل حاجة بقى إن عنده شبكة، ما بنحتاجش بقى نروح نصرف فلوس ولا حاجة. أدي البطاطس أهي، أنا خليته حاطين صوصات باردة، مش بحب الحر، بسم الله ما شاء الله بقى. وطبعا هنا حبيت اختم الفيديو مع مين؟ مع حبيبتنا سعاد اخت صقر، ربنا يصلح حالها يا رب. وتقريبا كده هو ده كان الفيديو بتاعنا، وان عجبكم حطوا لنا لايك، والسلام عليكم.